السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعينا الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله النهاردة بإذن الله هعمل لكم البامية اللي احنا مخزنينها قبل كده. حابة تشوفي البامية انا خزنتها ازاي؟ ارجع للفيديو اللي على القناة اكلة بسيطة، وان شاء الله هتعمليها وتقعد البامية عندك من السنة للسنة زي ما عملت الملوخية. وخزنت الملوخية وعملتها بسم الله ما شاء الله، كل اللي جربها يقول لي تسلم ايدي. فالنهاردة البامية دي اللي انا مخزناها من الفريزر. بصي البامية انا لسه مطلعاها، بس عشان عندي التلاجة مش تبريد. بصي التلج عليها قد ايه، بس البامية خضرة جدا. بصي تعالي بقى نشوف احنا هنعمل البامية دي ازاي. هنا معايا مكعبين زبدة، سمنة زيت المتاح عندك، ومعانا فلفل وكمون وملح وهريسة شطة، ومعانا بصلاية كبيرة متقطعة، ومعايا طماطم ضربها في الخلاط ومصفيها كويس. ويلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل البامية دي ازاي. هنا معايا طاسة سخنة حطيت فيها مكعبين الزبدة، واحط عليهم شوية زيت، يعني زي ربع كوباية زيت كده عشان الزبدة ما تتحرقش. طب احنا بنعمل الحلة البامية في الحلة؟ لا، انا بحب اعملها في الطاسة عشان تتن الواحدة بوحدتها كده، مش من كتر التقليب تلاقيها مهرية. لا، جربيها في الصينية هتلاقيها صراحة جميلة جدا جدا من واحدة بوحدتها كده. بقى انزل بالبصلاية، بسم الله. البصلاية دي انا رش عليها شوية فلفل اسمر اول ما تقطعيها كده. معايا البصلة جبلت خالص، ده بقى هنزل بالطماطم. بسم الله. كده هنزل بالبهارات بتاعتي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان هنزل بنص معلقة سكر. نص معلقة سكر على البامية بتخليها طعمها حلو قوي. كده نقلب كله مع بعض ونسيبه يتسبك، وبعد كده بقى نحط البامية بتاعتي. انا عارفة انت شاطرة وشطورة وبتعرفي تعملي كل حاجة، بس انا خزنت حاجة لازم اعملها عشان اوريها لك وابقى على مصداقية. مكعب مرق، حباية ماشي، ما انتش حباية براحتك. كده سبكت الصلصه بتاعتنا، بقى نطلع الطبق بتاعنا او الكيس بتاعنا من الفريزر ساعه ما تيجي تعمليه. ماشي، شايفه كده اهو لسه بتاع الجاهل. سمي بسم الله بقى. انا بحب اخزنهم في الطبق الفل. كده ننزل على بالصلصه. كده تدوق الملح بتاعك بقى انتي على حسب ما بتحبي. كده نهوت على النار، ولا عالية ولا واطية، عشان تستوي ايه على نار هادية، عشان هي مجمدة مش خضرة. ما نعليش عليها النار تلاقيها نية وعاملة زي البلاستيك معاكي. لا، نهوت على النار وتشرب من الصلصة كده، وبعد كده بقى ايه تشوفيها استوت ولا لا. انا عملتها معاكي خطوة بخطوة. وهنا حبايبي الحلوين البامية بتاعتنا غليت اهي، شايفاها لسه خضرة زي ما هي ازاي. كده انا بسويها على نار هادية عشان قلتلك ما تبقاش معاكي زي البلاستيك. قليت عليها النار، لازم على نار هادية خالص، وتاخدي بالك منها عشان ما تلزقش منك. وانا قلتلك بحب اعملها في الصينية مش في الحلة، دي حاجة اختياري ليكي. ده بقى اسيبها لحد ما تستوي خالص، واخد بالي منها لو عايزة مية ازودها شويه ميه عشان دي مجمده مش خضره زي اللي هي بتستوي بسرعه. وهنا حبيبي الحلوين خلاص الباميه استوت، بسم الله ما شاء الله، بس زي ما هي اهي ما اتهرتش مننا، شايفه لسه خضره زي ما هي. كده اتسبكت وعملتها على نار هاديه زي ما قلت لكم.
كده تاكلي احلى طاجن باميه، هي في صينيه ممكن تدخليها في الصينيه كده تحت الشوايه وتاخديها في طاجن زي ما تحبي. انا حبيت اوصلك بس المعلومه كده بقى. هنا خلاص البامية انا غرفتها في الطبق، ايه رأيك؟ ايه رأيك في جمال البامية؟ مفيش لا احسن ولا اروع ولا اسهل من كده. احنا عملنا البامية دي اللي احنا مخزنينها في الفريزر، يا رب تجربيها وارجع للفيديو تاني لو انت حابة تشوفيه. بما تنسينيش بقى في اللايك والشير والمتابعة على قناة اكلة بسيطة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.